قبل أن تشفى أعيننا وضمائرنا من بشاعة الجرائم المرتكبة في حق المهاجرين غير الشرعيين، ها هي جريمة أخرى يندلها الجبين بحق مهاجرون أفارقة كانوا محتجزين في ليبيا بظروف غير إنسانية. أثار المقطع الذي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي كما كبيرا من الجدل في قضية معاملة المهاجرين غير الشرعيين غرب البلاد، والذي تصدر الرأي العام في الآونة الأخيرة. المقطع التقط لسجن يقبع فيه عدد من المهاجرين في ظروف سيئة تحت الأرض، وقد أغلقت عليهم الأبواب بالخرسانة والإسمنت قبل أن تنقذهم قوة عبر تحطيم الجدران، في حين قالت المصادر أن عددا كبيرا من المحتجزين الأفارقة كانوا يقبعون في هذا السجن، ويكتفي سجانهم بتقديم بعض الطعام والماء لهم من خلال شبابيك معدنية صغيرة بعد إغلاق بقية المنافذ عليهم بالإسمنت. وأوضح المقطع الذي لم يعرف تاريخ التقاطه بالتحديد نقاطات لمهاجرين يتم إخراجهم من فتحات صغيرة تم فتحها في الجدار، بينما كان المحتجزون المحررون يتضورون جوعا ويلتقطون قطعا من الخبز فرحين بإخراجهم من هذا الوكر المظلم. يواجه الرئاسي غير الدستوري الذي ادعى بالتحقيق في الموضوع، يواجه تحديات بالغة الخطورة وضغوطا بعد المقطع الأول الذي سربته قناة CNN الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي لسوق رق قالت بأنه في أحد ضواحي العاصمة طرابلس، فيما دعت فرنسا لجلسة طارئة الأسبوع القادم في مجلس الأمن حول الموضوع. أما في هذا المقطع المسرب اليوم فقد تضاربت الأنباء حول الجهة التي كانت تديره، فيما رجحت مصادر بأنه كان لمركز احتجاز يديره أحمد الدباشي الملقب بالعمو، والذي أشارت تقارير بريطانية إلى أنه تلقى دعما ماليا مباشرا من روما بوساطة الرئاسي غير الدستوري ليوقف إرسالهم ويمنع تدفق المهاجرين، ويستعيض بذلك أن يحتجزهم في سجون غير قانونية في صبرته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.